اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الطريق في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي استشاره طبيه. كل مره بنناقش موضوع معين، لكن ما بنفكرش ولا مره ان ممكن يكون المرض اللي احنا فيه، سواء ضغط، سواء سكر، سواء قلب، سواء بطنه، ايا كان نوع شكوتنا، ان ممكن نوصل لمرحله خطر. امتى بنقول ان احنا وصلنا للخط الاحمر اللي ما ينفعش نسكت عليه؟ احنا متعودين تحت ثقافة ان في الحالات الخطرة بتبتدي نلجأ للدكتور، بنبتدي نجري على المستشفيات، لكن هل من الممكن ان احنا ناخد بالنا من صحتنا شوية ونبتدي نلجأ لفكرة المستشفيات والوعي الطبي بدري شوية علشان نتلاشى مصطلح الحالات الحرجة؟ النهاردة حلقتنا هنناقش فيها موضوع الحالات الحرجة. ايه كل مرض بنناقش فيه الحالات الحرجة؟ يعني ايه طوارئ؟ دايما لما بنروح اي لا قدر الله بيكون في حوادث او بيحصل اي حاله مستعصيه، واول ما المريض بيدخل المستشفى بيجري اول حاجه على دكتور الطوارئ. النهارده ضيف حلقتي من مصنفين دكاتره الطوارئ علشان نعرف ايه الموضوع ومشاكل الطوارئ. النهارده ضيف حلقتي النهارده دكتور محمود زايد، اخصائي العنايه المركزه والحالات الحرجه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. في بداية الحلقة احنا دايما زي ما قلت في المقدمة بنسمع عن موضوع الحالات الحرجة، بنسمع عن موضوع العناية المركزة، لا عارفين يعني ايه دكتور طوارئ ولا عارفين يعني ايه عناية مركزة، فمحتاجين مع حضرتك توضيح. تمام. بصي، هو الناس فعلا زي ما حضرتك بتقولي عندهم فكرة عن كل الأقسام وجميع الاستشاريين وجميع التخصصات. تمام. ويقدر يقول لك مثلا ان انا عملت عملية عند الفلاني وعمل لي كذا وقص لي من الحتة الفلانية وراح وجاء. يجي عند العناية المركزة، هي عبارة عن أوضة مقفولة فيها أصوات بتطلع من كل حتة، ودايما مضطرب ودايما المريض في حالة خطر وبعبع، عنده فكرة العناية المركزة يعني دي. طيب، هو ببساطة العناية المركزة عشان نصنف المريض اللي هو كريتيكال، هو المريض اللي هو اضطراب في الوعي. تمام. تمام. أو خلل في الدورة الدموية. تمام. أو أي فشل حاد مش مزمن، فشل حاد يعني ممكن المريض مثلا فشل كلوي حاد، ده مريض عناية مركزة. ممكن فشل كلوي مزمن، هو اوريدي خلاص راجل عنده فشل مزمن وبيغسل كل يوم، ده مريض بالنسبة لي عادي. الا لو تعرض لمثلا حاجة ادت الى اضطراب وعي وادت الى خلل في الدورة الدموية. تمام. فكده بقى مريض حالة حرجة، لكن هو بنصنفه ان هو مريض ريسكي. المريض ده تحت ريسك ان هو ممكن يدخل في اي وقت في حاجه من اللي احنا قلنا عليها او مشابه يعني. تمام. او اي سبب بوردر لاين مؤدي الى الاضطرابات اللي احنا قلنا عليها دي. بشكل سريع يعني. تمام. مثلا مريض جلطه قلب. تمام. المريض ده معرض ان هو فجاه يدخل معايا في اريزميا، يدخل معايا في اللي هي الخلل في ضربات القلب. تمام. او يدخل معايا في فشل في عضله القلب. والحاجات دي بتحصل في وقت قليل قوي. لو انا مش مسيطر على الجلطة، يبقى المريض ده اوريدي بالنسبه لي ده تحت مؤثر حاد. المؤثر ده مخليه حاله حرجه، لان هو ممكن خلال دقائق بسيطه جدا يدخل عندي في مشكله كبيره قوي. طب المريض لو دخلت عمل قسطره وفكينا القصه دي وثلاث اربع ايام مهيد، خلاص ده المريض تماما مفيش اي مشكله. فاهمين كده؟ احنا اتكلمنا على مريض يعني ايه مريض حاله حرجه. تمام. طيب هسأل حضرتك سؤال، حضرتك قلت لي انه ما يكونش مريض مزمن، يعني الشخص اللي بيعاني مثلا من سكر طول حياته او جاله. تمام. مزمن، او الشخص اللي بيعنده مثلا فيروس سي فتره طويله، هما ما بيصنفوش ان ممكن غير لو حدث حاله طارئه، هو مريض مزمن او مريض مضاعفات. سليم، هو مريض كبد مزمن. اه تمام. فيروس سي او تليف كبدي او كده، والعيان احنا بنسميه كومبنسيتد، يعني المريض بتاعي ما فيش فيه خلل بوردر لاين، يعني ما عنديش حاجه مؤثره على الوظائف اللي احنا قلنا عليها. ده مش عيان حاله حرجه. تمام. ده مريض بيتابع في عياده الكبد مع دكتور الكبد بتاعه. ومريض السكر نفس الشيء، بيظبط جرعات الانسولين بتاعته والغذاء والحاجات اللي بتقوي الاعصاب عنده، كل الحاجات الـ الشامله مرض السكر او مرض السكري بصفه عامه. تمام. ما دون ذلك، اي عارض للراجل ده هيدخله ان هو ياثر على الحاجات اللي قلنا عليها، اضطراب وعي او دوره دمويه. تمام. او زي مثلا زياده حموضه في الدم مع الناس اللي بارتفاع السكر عندهم عالي، او غيبوبه ارتفاع السكر. او انخفاض السكر المفاجئ اللي بيؤدي لاضطراب الوعي، ده مريض حاله حرجه. تمام. المريض ده كده ده مريض انا بدخله العنايه المركزه. طيب يا دكتور، انا يعني انا ممكن اكون في ساده مشاهدين برضو ما يكونوش عارفين، هو دكتور الحالات الحرجه او دكتور الطوارئ بيبقى متخصص في كل المجالات؟ يعني فاهم في البطنه، فاهم في العيون، فاهم بحيث ان اول ما بتيجي الحاله هو بيصنفها بيلحقها، ولا حتى دكاتره الطوارئ بتبقى مركزه على منطقه معينه؟
تمام. بصي، هو الفكره ده عند الناس كلها ان دكتور الطوارئ ده دكتور بتاع كله. لا، هو مش كده. هو مبدئيا ان اي دكتور بيتخرج من كليه الطب بيدرس 7 سنين بتوعه اللي هم انكلود السنه السابعه اللي هي سنه الامتياز. تمام. اللي هو بيتدرب على المستشفيات وبيروح على كل الاقسام وبياخد فكره عنه. تمام. بعد كده بياخد نيابه اللي هو يتاهل يتحضر يبقى في قسم معين. تمام. الطوارئ والعنايه المركزه من احد الاقسام دي. زي في واحد بيتاهل يبقى في بطنه، واحد بيتاهل في جراحه، في نساء، في اطفال الى اخره. تمام. سليم. طيب دكتور الطوارئ ودكتور العنايه المركزه بالتحديد تخصصه عباره عن ايه؟ عشان خاطر ان هو ما يلتبسش الامر ان هو دكتور الطوارئ اللي عارف كل حاجه وعنده فكره عن كل الحالات. طيب دكتور العنايه المركزه او دكتور الطوارئ هو متخصص في اللي احنا قلناه في الاول اللي هو اي كريتيكال ستيج او اي مرحله خطر لاي مريض جاي من اي حته، اي مضاعفات في اي بالظبط. يعني انا مثلا مريض نساء، مريضه نساء، احنا مش انا لا هتابعها نساء ولا بيولدها ولا دكتور الطوارئ يعرف يعمل كده. تمام. لكن دكتور عامه لو هو في موقف ان هو هيتصرف، لكن احنا حطينا السبيشاليتي عشان خاطر المريض. حطينا التخصصات عشان خاطر المريض. زي مثلا واحد طباخ مثلا بيعرف يطبخ كل الاكلات. تمام. سي الراجل ده فكر انه يبقى متخصص في الشاورما. حلو. خلاص هيبقى بتاع شاورما هايل جدا. وبيعمل جميع اصناف الشاورما اللي في العالم كله. تمام. فهيبقى الراجل ده يعني ده التخصص بتاعه. تمام. سليم. فخلاص بقيه الاكلات الثانيه هل ما بيعرفش يعملها؟ لا بيعرف، يعني بيعرف يأدي فيها لكن مش هيبقى محترف. تمام. فهماني؟ كل دكتور كده. فعشان من كتر ما هو بعد عن التخصصات الثانيه وركز في تخصص واحد ببساطه خالص عشان الناس تفهم ان هو بقى التخصص بتاعه بقى كل حاجه في الدنيا، وبقى هو اللي شامل تفكيره بيدور على الجايد لاينز الجديده اللي نازله. تمام. وبقى بيشوف الفلو بتاعه مركز في حالات معينه، فخلاص عينيه بقت عارفه الحالات دي بقى مركز في الحالات دي. تمام. ده معنى كده بالصدفه البحته ان دكتور الطوارئ حالاته كلها هي الحالات اللي بيعملها ترياج، الحالات اللي جايه لسه اول لقطه بياخدها هو دكتور الطوارئ. دي اللي كنت لسه اقول اسال حضرتك عليها، يعني الريسك كله بيبقى على دكتور الطوارئ. القرار اللي هو المصيري اللي ممكن يكون لو شخص الحاله غلط ممكن تسبب مضاعفات. فهي دي انتوا مدى المسؤوليه اللي بتبقى عليكم قد ايه؟ يعني ما انا هقول لك. بصي هو مش الفكره، يعني هو مش ما فيش عياده دكتور طوارئ. تمام. ودكتور الطوارئ ده دايما موجود في المستشفى، يعني في تيم وورك. تمام. اسم الطوارئ ده اسم في المستشفى اللي هو الاستقبال او الحوادث، ده اسم زي اسم البطنه زي جميع الاقسام. بس ده لسه مستجد دكتور، يعني من 1990 تقريبا كتخصص. يعني كتخصصات بتنزل لها زمالات وليها ماجستير وليها. تمام. لكن طول عمرنا ان هو اي مستشفى ليها سواء طوارئ. يعني انا ممكن اكون دكتور بطنه وشايل استقبال الطوارئ. تمام. لكن دلوقتي بقى في تخصص طوارئ بيور. تمام. تخصص عنايه مركزه بيور. تمام. ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اوكي. طيب دكتور الطوارئ ده هو الراجل اللي قاعد في قسم الطوارئ، اللي هو مكون من تمريض طوارئ، رئيس التمريض طوارئ، مشرف تمريض، ونايب طوارئ. تمام. واخصائي طوارئ. الناس فاهمه ان هو داخل دكتور واقف وخلاص، لا ده ناس مجموعه وبيسالوا بعض وبيتناقشوا في الحالات. تمام. وبيخرجوا بالترياج. ايه الترياج؟ يعني ايه ترياج؟ يعني انا مثلا دخلت الاستقبال بتاعي، الاستقبال مثلا عندي 100 حاله النهارده. تمام. 50% من الحالات دي حالات كولد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا راجل بالليل كده الساعه 12 بالليل، طبعا هو عنده ورم مزمن في رجليه مثلا بقى له اسبوعين ثلاثه، رجليه بتورم. تمام. فجاه بالليل كده عايز ينزل يروح يكشف، فهيروح الطوارئ. دي حاله كولد، هو الراجل جاي الساعه 12 بالليل عايز يكشف الساعه 12 بالليل. دي حاله عياده او حاله كولد. تمام. دي مش حاله طوارئ. طيب نسبة الحالات دي في الاستقبال قد ايه؟ ممكن تعدي 40%، ممكن تعدي 50%. دي نسبة كبيرة، الناس بتعمل كده بتلجأ لكده. يعني مع عيان كولد، عيان مش كريتيكال. عيان عادي جدا، عيان ده مكانه الطبيعي ان هو يكشف العادة الخارجية. تمام. هو خلاص يعني مش فاضي الصبح يجي العيادة او المستشفى جنب البيت اللي هم بيستسهلوا الخطوات دي. بالظبط، معدي بيجيب حاجة، فأنا هطلع أبص على نفسي بالمرة ممكن مكسر أكشف. فده يعني مصير دكتور الطوارئ ان هو لازم يقابله. تمام. طبعا دكتور الطوارئ هو فوكس على الحالات، على حاجه معينه اللي هي يعني بقى بتبص عليها. انا باصص على المريض بتاعي اللي هو هحوله فين او هوديه فين او اشخصه ايه. تمام. بمعنى ان انا جيت لي مثلا دلوقتي حاله، جت لدكتور طوارئ بتشتكي مثلا من الم في الصدر. تمام. هو بالتبعيه وراجل مدرب ومؤهل ان هو عارف ان حاجه زي كده لازم اريسبكت الشست بين، حتى لو العيان مش هيطلع فيه حاجه بس انا لازم احترم الم الصدر. تمام. رحت عملت رسم قلب للراجل ده بسرعه، قست الضغط، شفت الوظائف الحيويه بتاعتي عامله ايه. تمام. لقيت مثلا تغيرات في رسم القلب ولقيت الراجل ده جلطه حاده. yeah. تمام. فورا هو بيصنف الراجل ده، ده معنى كلمه ترياج، هو صنف الراجل ده اللي ده مريض ازمه قلبيه حاده. تمام.
وبالتبعيه هيستدعي دكتور عنايه مركزه او دكتور رعايه القلب يبص على الراجل عشان يكمل علاجه ان هو ده لازم يتحجز في عنايه مركزه. طب اوكي، دخل صنف الراجل ده تشيست بين وعمل له رسم قلب وعمل اللازم كله وقال ان ده مريض مثلا قصور في الشريان التاجي او نده برده الدكتور العنايه المركزه والدكتور بس يعني هو كده خلاص ادى دوره بالظبط، ادى دوره ان هو عمل الترايش. طب ساي بقى الراجل ده كانت حادثه مثلا، يعني راجل جاي مثلا حادثه او نزيف او الى اخره. طيب دكتور الطوارئ مؤهل ان هو يدخل ان هو يدخل بسرعه، هيقدر يحط محاليل بسرعه، هيقدر يعمل لو في انعاش قلبي رئوي هيعمله. وفي نفس اللحظه دي بيستدعي دكتور عنايه مركزه. تمام خلاص، هو عارف ان هو ده مريض لحاجات قلنا عليها في الاول، يا اضراب في الوعي يا في الدوره الدمويه. تمام. يا اي سبب مؤهل يؤدي الى ذلك. خلاص استدعى دكتور عنايه مركزه، هو اوريدي بدا يتدخل، عقبال ما دكتور عنايه جه برده بدا يكمل شغله معاه. تمام. يبقى احنا من هنا ايه نستنتج؟ دكتور الطوارئ راجل مؤهل ان هو يقدر يكشف الحالات. تمام. يعرف وظائف الحياه بتاعت الحالات ويقدر يعمل الترايج المناسب او التحويل المناسب لكل حاله حسب الاسم بتاعها. حاله مثلا جايه زايده. تمام، الم في الناحيه اليمين بتاعته. خلاص شخص، خلاص يعني هو عمل تشخيص مبدئي ان الحاله دي حاله جراحه. استدعى نائب الجراحه ونائب الجراحه. طب حاله زايده والمريض فاقد الوعي، يعني مثلا او مضطرب الوعي، او المريض ده قالوا ده احنا رحنا مستشفى ثانيه وتشخص ان هو زايده وفجاه العيان ده جاي ضغط واطي مضطرب الوعي. يبقى هيقول اجيب بتاع جراحه سواء زايده؟ لا، بتاعت الجراحه بتاع الرعايه، لان المريض ده اشتباه يكون زايده زائد ان المريض ده في حاله حرجه. تمام، يبقى هيستدعي جراحه وهيستدعي طوارئ. تمام. الفكره يا دكتور بقى ان يعني كان حضرتك لسه قايل لي ان كان من النظره الاولى وسرعه اتخاذ القرار. تمام. لازم على دكتور الطوارئ انه يلحق ينقذ الموقف علشان كان اقل ثانيه بتفرق معاه. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني وات ايفر بقى الحاله عامله ازاي، بس هو بصي في الخبره بالسنس كده، انا المريض ده داخل قدام شايف المريض ده، يعني انا جوار الاستقبال وفي كل دول العالم ليا بروتوكول تصنيف حالات. تمام. في حالات زي ما قلنا مين الحاله تتنظر قبل مين، يعني انا خلاص صنفت حالاتي مثلا عند مريض عنده سائل التهاب رئوي. تمام، حاله خطيره جدا وحاله صعبه جدا. تمام، مريض تاني زي ما احنا لسه قايلين من شويه غلطه حاده في القلب، مين اول واحد انا هجري عليه وهنظر الاول؟ غلطه حاده في القلب عشان دي ممكن سبب وفاه. رقم 2 التهاب الرئوي، رقم 3 مثلا مغص عادي في البطن. رقم 4 حاله مثلا ارتفاع بالضغط متوسطه. فهماني؟ فهو الراجل يعني بالخبره وبالشغل وان هو ده شغله. تمام، بيبقى عارف يصنف كل واحد ويحط درجه الخطوره بتاعت كل واحد وامتى يبدا كل واحد يشتغل عليه عشان خاطر يسيف تايم، ان هو يلحق وقته يوصل. ده زائد بقى ان احنا عندنا في مصر شويه حاجات ظريفه جدا، ممكن تلاقي المريض جاي حالته كولد جدا. الراجل الجميل قوي زي اللي احنا اتفقنا عليه ده اللي جاي رجليه مورمه اتضايق بصراحه بالليل نزل قال لازم اكشف حالا، فصحى اولاده من النوم فيعني عمل ارتباك في البيت. تمام. انا مش مصدق رجلي وحاجات زي كده، فاولاده جايين بازمه نفسيه حالا. يعني درجه عصبيتك ودرجه خوفك على والدك لا تتناسب طرديا مع درجه خطوره الحاله. لان انت مش مشخص الحاله بالظبط، فانت الجزء الحلو اللي انت عملته والمثير والجميل جدا واللي انا بشكرك عليه شخصيا ان انت جبته لحد المستشفى. من فضلك خلاص انت كده مفيش عليك اي مسؤوليه. اللي انت بتعمله ده قبله منك لو انت في عربيتك ومزنوق في اشاره ووالدك مثلا بيشتكي من الام في الصدر حاده، بيشتكي من دوخه، من بوادر غيبوبه، من رعشه، من و انت اتنفس وتعصب، حاول توصل لي بسرعه، حاول تيجي انك توصل لحد المستشفى. لو وصلت لحد المستشفى من فضلك خلاص انت كده بقيت سيف. لكن احنا بنقابل عندنا شويه تعطيل برضو، دي حاجات يعني من السلبيات اللي بنشوفها من الريلاتيفز الاهليه، ان يعني عايز استفسر عن كل حاجه ولا ابدا بده الاول وبده الاول. فالحاجات دي اعتقد يعني ان هي لو الناس بقى عندها وعي فيها وانها قلت هتنقذ حياتك كتير قوي، يعني هتقلل لنا وقت كتير قوي. لو يعني ده لسه هنتكلم عليه عن الوعي، عدم الوعي الطبي عند الاهالي بصوره كبيره. لو هنتكلم عن المنظومه البعبع زي ما بنسميها العنايه المركزه، الحالات دي بقى بتجي لها منين؟ يعني انا عشان ادخل الشخص ده العنايه المركزه، هل الدكتور بيحوله من عياده خاصه ولا بتكون عن طريق المستشفى ولا ممكن اهالي عاديه؟ يعني عايزين نعرف الناس دي بتدخل الاوضه دي ازاي. تمام، بصي هو مبدئيا مريض الرعايه المركزه بيجي المستشفى عن طريق ناحيتين ما لهمش تاني. تمام، داخلي وخارجي.
العنايه المركزه داخل المستشفى، فمعرض ان يجي لها الحالات بتاعتها من داخل المستشفى نفسها. ان ممكن يكون حاله عاديه يعني؟ عندي اقسام، عندي قسم بطنه، عندي قسم نساء، قسم جراحه، عندي جميع الاقسام في المستشفى. تمام. داخله حاله مثلا بتعمل عمليه جراحيه وليكن مثلا استئصال مراره او حاله مثلا هرنيا او حاله فتاء. تمام. فلسوء الحظ وحدوث مضاعف طب معين تمام ادى لتدهور الحاله دي، فالحاله دي اوتوماتيك بتيجي على العنايه المركزه. تمام. ده السورس اللي انا بستقبل منه الحالات. تمام. بلس الحالات اوريدي اللي بتبقى حالات بنسميها ميجر، حالات كبيره اللي هي اوريدي بيبقى محجوز لها سرير في العنايه المركزه، ان الحاله هتخش مثلا تعمل تغيير مفصل مثلا. والحاله دي سنه كبير وكان مريض قلب قبل كده وعنده حاجات كتير قوي ريسك فاكتورز. في مؤشرات بتبين ان هو ممكن بالظبط ان هو ده الراجل ده فيه احتماليات الخطوره عنده اللي هي مثلا لو بنسبه 10% مع الحاله العاديه عند الراجل ده مثلا 70-80%. تمام. 60%. تمام. فالراجل ده انا لازم يكون محجوز له سرير، و يعني انا بعرف ان الراجل ده في العمليات وبيعمل عمليه دلوقتي وتفاصيل العمليه كلها ببقى متابعها مع الجراح. تمام. بحيث ان والتخدير طبعا الجراح والتخدير، بحيث ان اي عارض هيحصل للراجل ده دكتور عنايه مركزه بيبقى عارف ان هو هيوصله على طول داخل العنايه المركزه. ده رقم واحد. ده دخل. ده الدخل. تمام. رقم اثنين عين الخرج. تمام. عين الخرج ده اللي هو عيان اللي جاي لي من الطوارئ، سواء بقى كان هو عيان جاي من البيت كشف في الطوارئ صدفه طلع عيان عنايه، عيان كشف عند عياده خارجيه او دكتور خارجي او دكتور في عياده عادي جدا، فالدكتور شخص ان ده حاله عنايه مركزه برده بيجي على الاستقبال. تمام. يعني ما فيش عيان مش هيجي على الرعايه على طول. او عيان محاول مستشفى اخرى، ممكن مستشفى اخرى متشخصه الحاله دي حاله عنايه مركزه وبتنسيق مع الوزاره وطوارئ الوزاره بينسق اذا كان في مكان للعيان ده او لا. تمام. تمام. طيب هنا بقى لازم نفرق بين دكتور الطوارئ ودكتور عنايه مركزه. تمام. يعني دكتور الطوارئ ده تخصص طوارئ، ودكتور عنايه مركزه ده تخصص عنايه مركزه. تمام. خلاص احنا عرفنا ده اسم وده اسم والاثنين بيكملوا بعض. تمام. طيب انا الحاله اللي بستقبلها الحالات الداخل خلاص مش فيها اي مشكله، الحالات دي محظوظه ان هي في مستشفى فيها عنايه مركزه. تمام. تمام. خلاص يعني اي حاجه هتحصل مسافه اقل من دقايق هيكون جوه العنايه ويتم العمل عليها. الاسعافات الاوليه ليه. تمام. تمام. حاله الاستقبال محظوظه في الوقت اللي ممكن تاخده من بيتها لحد ما تيجي الاستقبال. بمعنى يعني في امراض معينه زي اللي احنا سالنا جلطات القلب انا بيفرق معايا الوقت جدا. يعني احنا عندنا حاجه اسمها جولدن اور، جولدن اور بحسابات معينه من احساس بالالم ودرجه زياده الالم او اعلى درجه حسيت بيها بالالم كانت امتى، ومن توجهك بالاسعاف او بعربيتك لحد لما انا شايفك دلوقتي في اللحظه دي كان قد ايه. تمام. بناء عليها هقدر انا وقتها اتدخل بقسطره او هتدخل بمذيب جلطه او ان انا هقول له ان انت مش هتستفيد لا بده ولا بده لان انت فوتت جولدن اور. تمام. تمام. فانت بسط العين ده بسمينه عين سيء الحظ ان هو فات منه الوقت. زي ايه؟ زي مثلا عيان حس بالم في الصدر. تمام. نزل راح سال حد بالتليفون انا عندي الم في صدري. طبعا احنا كنا في الكليه كده واحنا صغيرين اساتذتنا قلنا ريسبكت تشست بين، احترم الام الصدر. يعني لو انا عندي عيان بيقول انا عندي وجع في صدري حتى هو بيكذب انا احترم ده. تمام. تمام. لان الغلطه فورة زي ما بيقولوا ما فيهاش هزار يعني. فالراجل ده راح واخد مسكن، اي مسكن. تمام. مش لازم الالم يجي على فكره تيبيكال، يعني مش لازم يكون الم حاد زي ما احنا بنشخصه في في كتفك الشمال لدراعك الشمال لا ممكن يبقى مع الناس خصوصا كمان الناس اللي هم مرضى السكر الاحساس عندهم بقى قليل شويه ممكن يبقى سايلنت، ممكن يبقى بدون الم تمام ما يحسوش بالالم اصلا. بالظبط. وتبقى الحالات مضاعفه يعني. بالظبط. ما بيعرفش ان عنده قلب. احنا بيتفاجئ ان هو العيان ده ممكن يخش في هارت فيلر او فشل في عضله القلب. تمام. ما تشخصش ان هو جلطه اصلا. او بالصدفه لو هو محظوظ جاب في الروتين هنعمل اي سي جي لقينا او رسم قلب لقينا ارتفاع او اختلاف في رسم القلب فعرفنا ان هي دي جلطه. تمام. سليم كده. طيب المريض ده اللي احنا قلنا عليه وسال حد طب خد مسكن خد حاجه واللي هو اتلكع يعني بالبلدي كده يعني. تمام. برضه هيجي المستشفى لان هو مش هيستحمل الالم وهيوصل لمرحله وهيجي المستشفى. تمام.
او المريض ده يكون حاجه تانية، بيكون حاسس يا دوب بخنقه او حاجه طبقه على صدره. طب مش معنى ان الكلمتين دول اي حد حاسس بطبقه على صدره هيجي بسرعه ان عندي غلطه، لان فعلا في ناس هاجس عندها بقى اللي هو يعني انا الدكتور قال النهارده في الحلقه قال لي لو شويه قلم اروح المستشفى. لا ما عندكيش فكره ازاي يعني، انت ممكن نخلص من هنا تلاقي مثلا مصر كلها ماسكه صدرها. فلا طبعا هي مش بالطريقه دي. هو انا طبعا عيان برضو اللي هو ريسكي يعني، مثلا عيان مريض ضغط مزمن، عيان يعني نيرفس قوي، عيان في ستريس جامد قوي، شغله ستريس جامد قوي، تمام. عيان مثلا اوريدي عامل قبل كده او جاله جلطه قبل كده وعامل دعامات في القلب، تمام، وجات جلطه حديثه، عنده خبره اصلا، عنده عارف هو ايه اللي عنده وعارف الوجع بتاعه اذا كان ده فعلا حاجه خطيره او ايه، تمام. ايا كان احنا حسينا بالالم زي ده، طيب الالم ده انت حسيت بيه وحسيت بيه ان هو مثلا لا مش بيرتاح او بيزيد اكتر لو انا عملت مجهود، لا والالم فعلا الم زي ما احنا بنشخصه او زي ما احنا مسمينه الم صدر خطير، انت حاسس بيه الم خطير، حاسس بالم مضايقك، تمام، او حاجه طبقه على صدرك مضايقاك، مضايقاك يعني ايه مش عارف تعمل حاجه، مش يعني ما بقاش انا مثلا قاعد باكل ورايح وجاي وبتفسح والنهارده بس انا حاسس حاجه، طب لا انت مش حاجه طب على صدرك، انت ممكن تكون حاجه مضايقاك، لكن حاجه كبسه بيقولها بالعربي كده، حاجه قفشه في صدري يا دكتور ويمسك كده، انا حاجه كبسه على نفسي وحاجه مش قادر، وغالبا ما بي يعني الراجل ما بيحس بكده بيجي على طول على المستشفى، مش قادر يكمل حياته، مش قادر يعيش حياته، مش قادر يمارس يومه الطبيعي يكمله. وفي ناس سيئين الحظ اللي جلطه بتيجي وبيكون الالم زي ما احنا قلنا، الناس اللي هم عند مرضى السكر او الالم جاي بشكل خفيف، تمام، وممكن يتحرك ويجي ساكن بعيد شويه رايح جاي، وممكن يجي وياخد المذيب وما يستفدش. يعني دي برضو وارد انها تحصل، لكن اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو المريض اللي هو سيء الحظ، المريض اللي هو ما عملش حسابه كويس في الوعي اللي عنده، او اللي هو ازاي لما يحصل له حاجه زي كده. نرجع للكلام نقول ان احنا ريسبكت تشست بين دكتور الطوارئ ده، دخل الراجل عمل له رسم القلب، تمام، وعرفنا خلاص ان دي حاله رعايه ونده بتاع الرعايه وجاب بتاع الرعايه ودخلها خلاص وتعامل معاها دي حاله رعايه، تمام تمام. طيب حالات ايه تاني ممكن تيجي؟ حالات مثلا اضطراب الوعي المفاجئ، تمام. طيب حالات اضطراب الوعي المفاجئ هو عيان عادي جدا، ممكن مريض مثلا ضغط عادي خالص، فجاه مريض الضغط ده حس ان هو او الاهل عامه اللي حسوا ان هو فجاه غير متزن، وغالبا بيبدا الموضوع ان هو بيبدا غير متزن فجاه ان هو غاب عن الوعي او حس ان هو في غيبوبه، تمام. دي بنسميها اللي هو الهايبرتنسيف كرايسيس او اللي هو حوادث الضغط، تمام. وارد جدا ان المريض ده يكون يا اما دخل في نزيف في المخ يا اما دخل في جلطه في المخ، تمام. طيب قبل ما بيخش في الاثنين دول ده كده اللي هو مريض خلاص حادث الضغط طارئه، تمام. طيب لو انا جاي لي مثلا مريض او عيان في البيت عادي بيقيس ضغطه، لقى ضغطه مثلا فوق ال 180 او فوق ال 190 سليم، طيب بمنتهى البساطه كده راح نازل جايب برشام الضغط حاطه تحت لسانه او وخطا شائع جدا ان هو بيروح يده مدرات بول على اساس انها بتوطي الضغط، الكلام ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، تمام. وكلام من ده وخلاص انا هبقى كويس، لا حضرتك مش كويس، حضرتك دلوقتي في حاله ارتفاع بالضغط حاد محتاج انك تروح مستشفى، طبعا اللي هو مش محتاج ان انت يعني تتجنب الموضوع او ان انت يعني احنا دايما عندنا في مصر تفهم منه سايبين بالظبط سايبينها شويه ايه بالبركه يعني لا اصلا ان شاء الله هبقى كويس، مش انا مش بقول لك ان انت 100% هتدخل في جلطه او في ان ما يبقاش هو يعني الدكتور فعلا مش بيوضح لنا ان احنا نكون عندنا هواجس، مش اول ما نحس بشويه الم نجري، بس يكون عندنا وعي يعني بالظبط. يعني انت لا الكلام خلاص كلام بالمنطق، انت ضغطك فوق ال 180، ضغطك ده ضغط ارتفاع في الضغط حاد، لو سمحت احترم ده وتوجه لمستشفى، تمام. اولا عايز اعرف سبب ضغطك المفاجئ ده طلع ليه، لان ممكن يكون عندك حاجات تانية انت مش عارفها. ساعات الجلطه اللي في القلب بتيجي بارتفاع الضغط عالي جدا، فشل الكلوي الحاد بيجي بارتفاع في الضغط، تمام. امراض في الهرمونيه معينه، تمام. طيب جاء والراجل ده وجاء على الاستقبال، تمام، عشان يظبط علاج الضغط بتاعه. حلو. طب هو الراجل ده مبدئيا لو حس باعراض صداع او دوخه او ده، احنا بنعمل طبعا اشعه مقطعيه وبيفضل تحت الملاحظه لحد ما الضغط يرجع لطبيعته، وبعد كده بنقول انت بتتعامل مع
دكتور الضغط بتاعك يظبط لك الضغط. طيب لو جاي بقى عن الناحيه الثانيه اوريدي عنده عرض اللي هو راجل بقى انا مش بديله علاج تحسبي اوريدي انا بعالجه. دكتور الطوارئ اول تشخيص بيعمله او اول حاجه بيطلبها ان هو الراجل ده بيعمل اشعه مقطعيه على المخ. تمام تمام. ليه؟ لان انا لو الراجل ده ممكن يكون نزيف، ممكن يكون جلطه زي ما انا قلت، نزيف ليه علاج، الجلطه ليها علاج. تمام. احنا يا دكتور هنتكلم بكل التفاصيل دي، يعني هنتكلم عن بعض الامراض ازاي الدكتور هيوضح لنا نلجا ليها للمستشفى، ازاي اول ما نبتدي نشوف علامات معينه نبتدي نلجا للطوارئ علشان خاطر ننقذ الحاله وما نتاخرش. ولكن هنروح فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا مع دكتور محمود، وموضوع حلقتنا النهارده اللي ممكن نكون اول مره بنناقشه في برنامجنا هي الحالات الطارئه. احنا عارفين ان الامراض كلها حالات طارئه، بس قبل ما نرجع لموضوع حلقتنا بذكر الساده المشاهدين ان يمكنكم متابعتنا عن طريق مواعيد عرض البرنامج، وكمان اللي عنده اي اسئله واستفسارات يقدر يتواصل معانا عن طريق صفحه البرنامج على الفيسبوك. كل اللي هتعملوه انكم تعملوا بحث بالعربي برنامج استشاره طبيه تقدروا تتواصلوا معانا فيه. قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن بعض الامراض، لو هنبتدي نمسك يا دكتور يعني هو في البدايه صعب شويه الاورام السرطانيه، هل في حالات منها بتدخل العنايه المركزه ولا لا؟ طبعا. بصي موضوع الاورام السرطانيه لما بتشخص ايا كان مكان الورم واللي متابعه مين. تمام. طبعا في تخصص اورام. تمام. جراحه اورام وفي تخصص اورام باطنه. تمام. تمام. طيب المريض ده سواء العلاج بتاعه كان ان هو تدخل جراحيا وشال استأصل الورم او ادى علاج قبل ما يستأصل الورم او علاج ما بعد استئصال الورم، غالبا العلاج ده بقى اشعاع او كيماوي. اوكي. تمام. المريض ده بالنسبه لنا احنا بيصنف مريض هاي ريسك. تمام. يعني شويه العدوى البكتيريه اللي بيجوا في الصدر اللي احنا بناخدهم نزل البرد عاديه بالنسبه له هي بتبقى حاجه قاتله. تمام. المريض ده رقم واحد عندي في الرعايه انه ممكن يجي بحاله مثلا التهاب رئوي حاده وممكن كمان تؤدي الى الوفاه. تمام. حالات الاضطراب في الوعي عندهم عاليه جدا، ممكن يحصل اضطراب في الوعي لان الكيماوي والاشعاع بيغير حموضه الدم. تمام. فممكن يبقى المريض ده جاي ممكن يكون مريض سكر. تمام. بالصدفه ان هو عنده ورم معين. ممكن جاي بارتفاع حاد في السكر او نقص حاد في السكر، وغالبا من بعد الجلسه. بنشوف ده من بعد الجلسه. ممكن يكون جاي من تقرحات، حاجه بسيطه قوي يعني تقرحات او حاجه سالكه، يعني المريض مش بيتقلب كويس. معظمهم بيقول المرضى دول يعني في ديبريشن وفي الى اخره، فالكير بتاعه ما بقاش كويس في البيت. تمام. او هو مش بيعرف ياخد باله من نفسه كويس. أكيد. فالمريض ده ممكن جرحة عاديه جدا يجي لي مثلا بصدمه بكتيريه او بتسمم. تمام. تمام. عشان بس افهم الناس، تسمم صدمه بكتيريه ان انا عندي التهاب ادى الى صدمه بكتيريه ادى الى هبوط الضغط والمريض ده بقى مريض عنايه مركزه. تمام. مضاعفات الحاله. بالظبط. ده من احد الكاتيجوريز اللي ممكن ان انا بصنفها وانا بشخص الحاله، يعني انا جاي لي المريض واتقال ان المريض ده مثلا عنده ورم سرطاني معين وعلى علاج كيماوي او على علاج مثلا اشعاعي. تمام. وبيعاني من 1 2 3، اول ما بسمع ده بحط المريض ده في الهاي ريسك بيشنت. تمام. المضاد الحيوي بتاعه لازم يبقى عامل ازاي؟ السوائل الجسم لازم اعوضها بشكل عامل ازاي؟ ما ننساش حاجه مهمه جدا ان دكتور عنايه مركزه هو الدكتور الخاص بتاهيل الحاله وتاهيل وظائف الحاله حتى لو بشكل صناعي. بمعنى ان انا لو اي عيان داخل لي من اي اسم او من اي مرض معين ادى الى ان هو يبقى مريض عنايه مركزه او في حاله حرجه، انا بحاول العيان ده اظبط ضغطه. بحاول ان انا لو عنده فشل في التنفس بحطه على جهاز تنفس صناعي. تمام. بحاول المريض ده اظبط سوائل الدم واشبعها. تمام. وبعد كده بنجري على العارض بتاعه اللي حصل له ده. تمام. احنا بنسميها ريستيشن. انا بصلح العيان ده، بنعش العيان ده، بعمل حاله انعاش للعيان ده. تمام. بعد كده بقى بالمساعده سواء مثلا المريض ده او مريض اورام، برضه بيبقى في كونسلتيشن الراجل بتاع الاورام بيجي بيتابع الحاله بيشوف الستيجنج بتاعته، لو ليه جلسه ثانيه هياخدها امتى، لو ده من التنسيق مع دكتور الرعايه. يعني هي بتبقى متابعه مشتركه ما بين دكتور الرعايه وما بين دكتور المتخصص في المرض. لازم طبعا. تمام. لازم طبعا، لان دكتور الرعايه هو كل مع اسم الرعايه اتنشا عشان خاطر انعاش الانسان نفسه. يعني انا مثلا
تسمعي حاجه حضرتك اسمها انعاش قلبي رئوي، مريض مثلا حصل له توقف في القلب. تمام. فانا اشتغلت عليه، عملت حاجه مسميها سي بي ار بتشوفيها في الافلام اللي هي الاسعافات الاوليه. وبنزل بعمل انعاش قلبي رئوي. تمام. كذلك برضو المريض لو داخل ضغطه مش مسموع وانا دخلت وبنركب حاجه معينه او جهاز معين وريدي بندخله بنلحقن فيه ادويه معينه او محاليل معينه. زائد بندي حاجه اسمها مدعمات دوره دمويه انها ترفع ضغط العيان، كل ده بشكل صناعي. يعني انا بحاول اهيئ المريض حتى لو بشكل صناعي ان هو يبقى وظايفه الحيويه متكامله بحيث اقدر اشتغل على العيان ده واقدر اعالجه. يعني مثلا سي عيان فشل حاد في وظائف الكلى تمام وضغطه منخفض، لازم المريض الاول ارفع ضغطه عشان بعد كده اذا كنت اقرر ان هو هندخل غسيل طارئ تمام ولا هنبدا معاه بعلاج الدوائي الاول. تمام. ما ينفعش ابدا ده وهو العيان ضغطه واقع. لو هنتكلم عن الحالات اللي عندها وظائف فشل في وظائف الكلى، الدور بقى بتاع البيت، يعني عشان تيجي المرحله للمستشفى، هل بيبقى فيه علامات اوليه ان الحاله دي لازم تروح المستشفى، ولا ده لما بيجي مثلا مع المتابعه ان هو معاد الكشف بتاعه او حاجه فبيكتشف الدكتور ان دي الحاله فبتتحول؟ بصي، يعني هو الموضوع ده في مرضى الكلى بالذات انت اخترت حاجه حلوه يعني سيء شويه. ليه؟ لان هو ممكن مريض بياخد ادويه معينه بتاثر على الكلى. تمام. واحنا في مصر عندنا ثقافه اللي هو ايه روتين اكزامينيشن، ان انا كل مثلا 6 شهور كده ما اشوف وظائف كلى، ما اشوف وظائف كبد، ما بعملش الحاجه الا ما اشتكي. بالظبط. تمام. فممكن يكون مريض عنده يعني خلل مزمن في وظائف الكلى هو مش واخد باله خالص. واحنا عندنا الجسم اي مشكله بتحصل او بيحصل خلل معين الجسم بيكومبنسيت، بيعادل الخلل ده لحد ما يوصل لمرحله ان هو انا مش قادر ويحصل انهيار للجسم. سليم. فموضوع الكلى بالذات لا، ممكن فعلا يكون الراجل عنده مشكله مزمنه تمام نتيجه مثلا حصوات متكرره كانت في الكلى وادت الى التهابات في الكلى، عملت مثلا مشاكل معينه، المشاكل دي بقت مزمنه بالنسبه له فادت الى ارتفاع مثلا وظائف الكلى بشكل تدريجي. تمام. مريض مثلا بياخد ادويه معينه اسمها نيفروتوكسيك، الادويه دي بتؤثر على وظائف الكلى. تمام. ممكن يكون سهوا او ان هو الدكتور طبعا بيحذره ان دي بتاثر، انت عندك مشاكل في الكلى؟ لا، فممكن ياخد الجرعات المعينه اللي بياخدها بتاعته الطبيعيه جدا ويحصل على اثرها برده مضاعفات، لان المريض ما بيبقاش مدرك بحالته اول باول. ما دورش هو ما دورش عليها. تمام. الناس اللي هم كبار في السن ومش بياخد سوائل كويس. تمام. ده بيجي لنا بارتفاع مؤقت في وظائف الكلى نتيجه انخفاض السوائل. تمام. لو تفتكري احنا موجه الحر اللي فاتت دي احنا يعني كذا حاله جت من انخفاض السوائل، انخفاض حاد في السوائل، ده ادى الى ارتفاع مؤقت في وظائف الكلى، بس ده محظوظ لانه ده هيتدهور بسرعه وهيجي. تتكلميني على الحيان اللي هو كرونيك، ده في البيت لا مش لاحظ حاجه. لا عادي. فيش. ممكن عادي يعني مش مركز. تمام. لحد ما بيوصل لمرحله معينه ان انا لازم او ان انا مثلا يعني بدا يبقى فيه شكوى او بدا بيظهر عليه مثلا اعراض غيبوبه او ده او ده، ممكن ده يبقى يجي عيان في حاله مثلا التهاب او فشل في الكلى حاد. لان بعد شر يا دكتور عن كل الناس طبعا، الناس اللي بتبقى مصيبه بالامراض دي بتبقى في الم على طول، فما بتعرفش تفرق هل انا حالتي خطره دلوقتي ولا انا عايشه في الالم على طول. انا عايز اقول لك حاجه ثانيه بقى اللي انت تقدري تستفيدي فيه جدا، اللي هو مريض الكلى المزمن. اللي هو اريد مريض كلى وبيروح يغسل وبشكل دوري مثلا 3 مرات في الاسبوع. تمام. ده المريض اللي ممكن في البيت بقى ولا باخد بالي من تغذيه المريض ده كويس قوي. بعد الغسل دايما المريض ده بيخش في مصر السكر. وخصوصا لو هو مريض دايابيتك او مريض عنده مرض السكري. تمام. دايما متابعه درجه الوعي تهمني جدا، الكشف بشكل دوري، التحاليل، السونارات، متابعه دايما، معظمهم بيصابوا فيروس سي. متابعه السونار في القصه دي ومتابعه دكتور الكبد ان انا يعني القصه دي يعني اتخلص منها ازاي او العلاج بتاع انت مصنفوه لي تحت اي كاتيجوري. ونرجع برده في الاخر، مريض فشل كلوي مزمن ده مريض ريسك. طبعا ريسك ان هو ممكن يدخل برده في غيبوبه. تمام. ريسك ان هو ممكن يجي له برضه نفس القصه، المريض ده بيبقى مناعته منخفضه، ممكن يجي له مضاعفات حاده زي التهاب الرئوي اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو معظم الحالات في مصر
الغيبوبة اللي بيموتوا من الالتهاب الرئوي حتى لو ليهم عارض تاني هو المسبب للغيبوبة، زي مثلا حالة جلطة مخ، جلطة مخ أو حالة نزيف مخ أو أي حالة من دي دخل العين في غيبوبة، بسرعة جدا رحنا شربنا المريض ده إكسير الحياة. الأهل بتوع العيان شربوه عصير عشان خاطر يفوق. طب يا جماعة بعد إذنكم يعني لمصلحتكم الشخصية وأرجوكم، أنا شخصيا برجوهم يعني من فضلك، المريض حصل له اضطراب في الوعي، حصل له أي مشكلة إن هو ما بقاش قادر يهتم بنفسه أو بغير وعي، من فضلك لا شيء بالفم، يعني لا مية ولا ندى عصير، عصير في أي حالة؟ في أي حالة. آه يعني انت هتقولي لي طب ممكن يكون مريض غيبوبه سكر، نقص في السكر، فانا عايز اديله سكر بعد اذنك، هو مريض السكر عنده اعراض بيعرفها قبل ما يوصل لمرحله الغيبوبه. اه يا مش بتخس مرحله الغيبوبه، انت لو جعانه تحس ان انت، في ناس بتحس انها بطني بتصوصف في الاول وحاجات كده، وبعدين بتحس لا همدان، وفي ناس بتطلب معاهم باجيتيشن تلاقيه متعصب جدا، ده نفس مريض السكر نفس القصه، لما بيحس هو بنفسه نهجان عرق سرعه في ضربات القلب، ده معناه ان هو طيب كل ده فات عليه ودخل في غيبوبه نقص السكر. ماشي اوكي، عايز تحط اي حاجه ممكن تحط معلقه سكر في بقه، بس من فضلك ما تدوبهاش في ميه وتشربها. الميه دي بالنسبه لهم خطر، احنا يعني بالنسبه لنا احنا ان اي سائل يخش حضرتك لو نايمه او حد يحط لك ميه تمام هتصحي عشان تكحي، هو في غيبوبه مش هيصحى فهيدخل الميه في صدره، بتعمل له اوريدي مشاكل ان هو بعد يومين ثلاثه بيخش في التهاب رئوي، بيموت من التهاب الرئوي مش بيموت من السبب بتاعه. اللي هو السبب الرئيسي للعمل الغيبوبه اصلا. يعني حالات كتير جدا دخل في غيبوبه نتيجه مثلا جلطه في المخ، والحمد لله رب العالمين تمت السيطره على الجلطه تمام، وبسبب العصير اللي اتشرب ما تمش خالص النجاه من يعني هو ما ماتش من الجلطه، مات من الالتهاب الرئوي نتيجه حاجه اسمها اسبريتد نمونيا. طب ما في حالات يا دكتور هتيجي تقول لك مثلا انا ممكن يكون ابني اغمى عليه اي حاجه، فانا بديله اي حاجه تفوق شوكولاتات اي حاجه، والله ده نصحيه وبعدين نديله ياكل يعني انا اعتقد الانسان مش بيعرف يشرب وهو مش اللي هو نظام نفوقه، مش كل حاجه هجري بيها على المستشفى. لا انا كلامي محدد ان انا بشوف المريض خلاص نام في غيبوبه، فاحنا بنفتح بقه بنحشيه العصير دي على طول. دي على فكره ده يعني احنا اول ما بيجي العيان، طب حضرتكم قمتوا بالعلاج العلاج الاولي بتاعكم طبعا بتاع بكره، اديتي له العصير، يا دكتور شربت، شكرا ميرسي جدا يا فندم، خلاص العيان ده جاي صدره كله مليان العصير بتاعه تمام. العصير اللي في صدره ده اول سبب للعدوى اللي هتحصل له في صدره، ممكن يفوق من الغيبوبه تماما، ونفضل على عندنا جهاز تنفس صناعي معايا اسبوعين ثلاثه بيعاني من الحاجه اللي زي كده. فانا من فضلك لا حضرتك شكيت ان في اضطراب في الوعي، خلل في الوعي باي شكل او باخر، نبعد عن اي حاجه تخش بق العين نهائيا تمام. طيب في حالات التخدير، يعني في تخدير جرعه زياده جرعه قليله ايا كان اللي تلعب برضو في موضوع العقل، يعني اضطرابات الشخص او الوعي، ممكن مع عدم الاتزان فيها تدخل لحالات حرجه؟ حالات تخدير يعني قصدي حالات عمليه جراحيه. عمليه جراحيه بصي في حاجه اسمها خطا وفي حاجه اسمها مضاعف تمام ده وارد وده وارد. تمام اللي احنا معظم نتكلم في نسبه حالات مثلا جايه نتيجه مشاكل مثلا جراحيه او الى اخره، انا مثلا ممكن يجي لي 9 حالات تمام بمضاعفات مشهوره ومعروفه. طبعا عند الناس بتترجم لا ده غلط، ده دخل يعمل عمليه عاديه جدا فجاه العيان ده حصل له مشكله تمام، يبقى هو اخد جرعات تخدير مش مظبوطه او لا خالص، دي مضاعفات مكتوبه في الكتب ومعروفه ان المريض ده ممكن يدخل واخد جرعاته مظبوطه واخد كل حاجه تمام، فجاه المريض ده دخل بسد رئويه وهو هو العمليه وارد انه يحصل المكتوبه في الكتب تمام. المريض خلاص انا خلصته فوقت المريض ده، بعد كده المريض وعيه اتدهور تمام، مدخل في ذبحه صدريه حاده تمام، كل ده وارد انه يحصل، كل ده وارد انه يحصل ومكتوب تمام. فدي بنسميها مضاعف، دي مضاعفات طبيه وارد انها تحصل، مش ودرجه خطوره العمليه بتزيد درجه خطوره المضاعف تمام. لو هنتكلم على الجزء المهم في حلقتنا هم تخصص النساء، طبعا عارفين السيدات نص المجتمع فبالتالي ما ينفعش نتلاشاهم في حلقتنا، زادوا شويه اكتر من نص اللي من دول فما ينفعش نتلاشاهم في حلقتنا، عايزين نعرف ايه المضاعفات عشان نتلاشى السيدات من التفوق. احنا هنستثنيهم تماما من الحياه. بصي طبعا هم في النساء بالذات تمام، عندي مثلا بعض الامراض
اللي ليها خطوره بالغه في نفس الوقت لو انا عملت لها كنترول انا الدنيا عندي كويسه مش اي مشاكل. تمام. في مريضه مثلا سيده مريضه سكر. اه. هي واحده عندها السكر وعارفه ان عندها سكر وكل العالم عارف ان عندها سكر وخلاص انها بتحمل. تمام. ارجوكي من فضلك نظمي جرعاتك وروحي للدكتور بتاعك اللي هو بتاع السكر. آه. دكتور الاندوكراين او دكتور الباطنه اللي انت متابعه معاه وخليه يديكي جرعاتك مظبوطه واعرفي ان مع الحمل الجرعات هتختلف. تمام. واكلك تمام ومش بشكل طبيعي وحضرتك هيبقى مطالب منك بعض الفحوصات على الجنين. تمام. عشان خاطر الجنين من ام مرض سكر عرضه انه يدخل في بعض المشاكل. تمام. حاجه زي الضغط خصوصا كعنايه مركزه الضغط اللي مع الحمل بتسمع عن حاجه يقول لك في زلال في البول موجود عند اصلها عندها زلال. ماشي. هو احنا بيحصل في بعض الاحيان حاجه اسمها اكلامسيا او بريكلامسيا يا دي اللي هو بيبقى فيها هي تركيبه كده او حاله مركبه بيزيد فيها الضغط وبيضطري فيها الوعي واحيانا بيكون فيها تشنجات. تمام. مبدئيا كده في خلال فتره الحمل دكتور النساء بيبقى واعي بالقصه دي وعارف ان المريضه دي ضغطها ما بين كذا وكذا وعمل لها تحليل زلال وعارف ان عندها نسبه زلال فهو بيفهمها يقول لها ان احنا ممكن جدا ان احنا نولدك قبل الميعاد وممكن يحصل ان احنا نولدك بشكل مفاجئ ان يحصل اي عارض في اي وقت في اي ضعفات في الحاله فنضطر نرجع للتدخل. بالظبط. الست دي لازم تكون فعلا بتروح بشكل منتظم بتتابع ضغطها بشكل منتظم. تمام. لان وارد ان يحصل كده ولازم ان هي برضو من الناس اللي بتحجز لهم سرير بعد العمليه يعني. لو دخلت في حاله مثلا اكلامس او ارتفاع في الضغط مع الحمل الدكتور النساء اول حاجه بيعملها قبل اي حاجه ان هو بيخش يفضي المولود او يخرج المولود. تمام. وبعد كده احنا بندخل كعنايه مركزه ان احنا بنظبط ضغط العينه. تمام. وبتعمل حالات خطيره جدا على فكره برضو الناس يعني تقول لك اصل هي تدخل تولد عادي لا دي حاله وارده ووارد انها تحصل يحصل مضاعفات عادي وارد جدا انها تحصل ان تكون ست ريسكي برضو ان ست ضغطها بيعلى وارد جدا ان يجي لها اللي بيسموها حتى تسمم الحمل يجي لها الزلال ده بيبقى نقص في نقص في الاكمن وانها تخش كده. بعض الحالات الاخرى زي حالات النزيف وقت الولاده. تمام. ودي برضو وارده جدا ومتكرره جدا. تمام. في برضو متلازمات اللي هو بيبقى مشاكل في السيوله بتاعت الحامل السيده الحامل نفسها. تمام. المتلازمات دي برضو في منتهى الخطوره. تمام. طيب نيجي عند حاجه ثانيه بقى ست صاحيه عادي وكويسه. حلو. في اول 3 شهور الست دي بالمناسبه بتخش الرعايه دي الست دي فجاه بترجع بشكل متكرر. اي واحده في اول الحمل اوكي مش بترجعي عادي اوكي انت رجعت مره 2 3 بتاكلي عادي مش مشاكل. تمام. لا هي اكتشفت ان هي كل ما بتاكل حاجه بترجعها. تمام. وده مثلا بقاله يوم او 2 هي كرد فعل تلقائي منها ان هي لما بتاكل حاجه بترجعها تعمل ايه؟ انا حامل هتبطل تاكل يعني. لا طب خلاص انا هتعب نفسي ليه انا هبطل اكل فهي قررت ان هي تضرب عن الطعام بالظبط اللي هي مش عايزه تاكل لان كده ولا كده مش مستفيده بالاكل. بالظبط. بص هو مبدئيا في منهم جزئين في جزء بيبقى متابع مع الدكتور بتاعه وعارف واوارد دي حاجه اسمها هايبر امس جرافيدارم وحاجه بتيجي في اول 3 شهور. تمام. ومن فضلك حاولي تاكلي حتى كان يقولوا لنا في النساء كلي ورجعي. يعني لا حاولي تاكلي طب ما استجبناش ممكن هديكي حاجه للترجيع طب ما استجبتيش طب ممكن تيجي على لك محاليل فتلاقي دكتور النساء ايده بايديها. تمام. في نص التاني اللي هو ايه لا يا ست عادي انت بترجعي ده عادي والله عادي طب خلاص اوكي انا برجع مثلا في اليوم 10 مرات ده طبيعي شايفين ده طبيعي ايه مفيش مشاكل هي من نفسها مش هتاكل. تمام. فهي خلاص كده واحده مضربه عن الطعام فالجسم خلاص مش بيجي له غذاء ومش بيجي له جلوكوز يحرقه فيبدا يحرق لها دهون فتبدا تطلع احماض معينه. تمام. هتعمل خلل في حموضه الدم. تمام. زائد ان هو هيهبط عندها بعض الانواع منها الصوديوم منها البوتاسيوم منها. طيب الست دي بقت مريضه حاله حركه. من نهايه واحده كانت بترجع طبيعي. وده الحمل وده العادي ان فجاه بقت في رعايه ومضطره انها تاخد محاليل. وممكن الحاله تكون اخطر من كده واعرف من كده كمان ان يحصل هبوط في الدوره الدمويه وممكن يحصل اضطراب في الوعي. طيب في الستات الحوامل بالذات يعني انا برجوهم يعني بدل السونارات الكتير البيبي عامل ازاي طب هيدخل المدرسه امتى يعني طب اسمه ايه طب بيتقلب بشكل عامل ازاي لا من فضلك ركزي شويه عليك انت يعني لا انت شوفي قولي انا هتغذى ازاي. لو سمحتي لو حسيتي باي حاجه
صداع، لا قوم قيسي ضغطك ما تتكسفيش عادي جدا، يعني ضغطك يكون عالي. لو حسيتي بتورم زياده شويه عن ورم الحمل، لا من فضلك روحي اسالي الدكتور انا عندي ده ليه. بالظبط. اسالي عن الحاجات اللي تتغذى، الاغذيه المناسبه. اتغذى ازاي عشان اطلع بيبي جميل؟ احنا عارفين الام بتضحي جميل جدا، بس من بعد ما بننزل يعني في اثناء الحمل من فضلك ركزي اكتر ان انت يعني هيلث مازر، على كيان نفسه. هيلث بيبي، يعني انت ست صحتك كويسه هتطلع ولد طفل جميل وصحته كويسه ورائع جدا. تمام. فمن فضلك اهتمي بنفسك انت، بغذائك، بمواعيد متابعتك الدوريه مع الدكتور النساء. تمام. باي تغير هيحصل لك اثناء الحمل، لو هو تغير غير طبيعي او غير مألوف عن اللي الدكتور والوصايا اللي الدكتور قال لك عليها، لا لو سمحتي تابعي بسرعه وحافظي على نفسك. يعني دي نصيحة كويسة يا دكتور، لأن في ناس ممكن تكون غير مقتدرة ماديا أو غير مقتدرة بالوعي الثقافي إن هي ما بتتابعش مع الدكتور، وبتفضل أنا عرفت إن أنا حامل أيا كان عن طريق اختبارات الحمل أو عرفت حتى من عن طريق أول مرة تكشف فيها، فبعد كده هروح لو حالة طارئة. فدي مش هنقول نزاهة زيادة إن الواحد يروح يتابع مع الدكتور أو علشان خاطر إنه يطمن على البيبي، لا ده يعني الكيان نفسه اللي بيحمي البيبي ممكن يكون معرض. أنت أوريدي في بيتخلق جواكي إنسان. فأنت حضرتك المصنع اللي بيخلق لنا البني آدم ده، لو سمحت أنت ممكن ما تروحيش وما تتابعيش وبتعرف هتجيبي طفل هزيل. وأنت صحتك تبقى تعبانة والحمل اللي بعديه صحتك هتنزل. ويضطر الطفل نفسه يبتدي يواجه. احنا بنهتم بيكي كأن أنت طلع لنا البيبي الجميل ده، فأنا أهتم بيكي، أهتم بصحتك وروحي تابعي. ما يبقاش جاست إن أنا أروح أعمل سونار عشان أشوف الطفل بيتقلب ولا مش بيتقلب. هو بيتقلب وهو كويس وبيسلم عليكي وزي الفل، بس أنت خلي بالك على نفسك شوية. تمام. طيب لو هنتنقل شويه لمرحله الشيخوخه، الناس اللي بسن متقدم شويه، ايه دورها في العلاج؟ بصي بقى، انت جيتي على نقطه يعني فعلا مهمه جدا بالنسبه لي انا شخصيا. تمام. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، احنا جوه الرعايه لو دخلتي مثلا ساي عنايه مركزه، وحده عنايه مركزه اللي بتبقى اسره واجهزه مونيتور ووحده منغلقه على نفسها وساي فيها 10 سراير. حلو. تمام. انا مستعد ان انا اطلعك اكتر من 6 سراير اللي هم الاولد ايج او الجيرياتريك او الناس اللي هم الشيخوخه. تمام. ممكن اطلع 6 من 10. 6 يعني اكتر من النص. ممكن اطلع لك 6 حالات من دول اللي هم الشيخوخه. تمام. وامراض الشيخوخه، مش معنى ان امراض الشيخوخه خطيره، لا اسمعي بقى احنا عايزين نقول ايه للناس. تمام. بصي انا عندي دلوقتي يعني ربنا وصانا على اهالينا كلنا. أكيد. تمام. لان هي منظومه، انت 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 هتكبر في يوم من الايام، فانت ابنك هيشيلك زي ما باباك شالك وانت صغير. تمام. طيب انا بيجي عندي المريض اللي هو ما بقاش قادر يعمل كير لنفسه، ما بقاش قادر يعتني بنفسه. سليم. طيب انا عندي لو انا شخص بالغ كده وقعدت يوم ما اكلش عادي جدا استحمل، وهاجي بالليل هاكل ابقى كويس. لا احنا عندنا الناس دي تفقد سوائل بسرعه جدا، وحساسيتها لفقد السوائل ده بتبقى عاليه قوي. تمام. زي الطفل كده حضرتك بيبي شويه لو جاله اسهال خلاص ممكن يخش في علامات جفاف. تمام. ايه. عكس الانسان الادلت الناضج المتزن، جسمه متزن، جسمه بيقدر يكمبنسيت. تمام. الهرم برده كده احنا لما بنكبر بننزل خالص. تمام. فانت عندك والدك او والدتك ربنا يديلك الصحه، دي نعمه كبيره من عند ربنا ان هو يفضل موجود معاك. تمام. فاهتمامك لازم يكون بالغ بيه او يكون زايد اكتر من اهتمامك بيه وهو لسه يعني بصحته زي ما بيقولوا يعني. تمام. طيب خدي عندك اول حاجه. الناس دي ممكن ابقى انا قاعد وجالي عرض في الاستقبال على حاله، رحت لقيت راجل مثلا فوق 80 سنه. تمام. وجاي معاه ابنه مش مهتم جدا، ثواني دكتور الراجل ده او بابا ما اعرفش دايخ و و و او بيشتكي من حاجات انا مش متابعها. هو لا هو دايخ وفقد الوعي بقى له يوم او يومين. تمام. انا بشوف الحاله، طب مين عايش معاه بياكله؟ احنا كلنا والله عايشين معاه. طب حضرتك غذاء وعامل ازاي الفتره اللي فاتت؟ والله دكتور مش كانش بياكل. طب حضرتك اكلته قليل. بالظبط. ليه حضرتك مش بتاكله؟ ما هو مش بيرضى. تمام. هو مش بيرضى، حضرتك المفروض تتبع خطوات بقى. يعني انا دلوقتي عايز اغذي الجسم البشري ده، فيعني المفروض في شهيه ان انا هاكله فهو ياكل عشان يستفيد. هو فاقد الشهيه او عنده مرض معين او مرض الزهايمر او عنده مشكله معينه فمش قادر ياكل من تلقاء نفسه، مش قادر يصلح نفسه. تمام. في عندي حلول بديله كتير قوي. ان انا بركب خرطوم، ان انا اغذي بيه. تمام. ان انا بيبقى من بلعوم. تمام.
ان انا توصل لمرحله احيانا في مريض مثلا يكون مريض جلطات ومريض ساعات اورام وبالصدفه هو مريض شيخوخه، هو مريض كبير تمام. فالمريض ده ان انا بهيئه ان انا اقدر اغذيه، اول حاجه ان انا اقدر اعملها للعيان ده عايز اغذيه تمام. فالعيان ده والده جاف، فاحنا دخلناه الرعايه قسنا سوائل الجسم، لقينا سوائل الجسم كلها منخفضه تمام. بمجرد ما اخذ سوائل الراجل فاق بقى كويس قوي. طيب انت كده اللي عملته حضرتك ان انت طبعا مش هقول لك على الجانب الانساني ده والدك النفسي كمان الجانب الانساني طبعا ما بيدوش دعم نفسي، فالناس دي بيبقوا عندهم ديبريشن رهيب، الناس الكبار بيحسوا انهم عائله ومش موجودين ربنا يخلينا اهالينا كلهم يعني، المفروض ان ده الكلام ده غلط. انت كده شغلت سرير رعايه اللي احنا يعني بنعمل حرب عشان نوفر سرير للمريض، شغلت سرير رعايه لمده يومين او ثلاثه تمام، ان انت يعني ما راعيتش والدك وان الخطوات كانت بسيطه جدا تمام. طب خد عندك حاجه ثانيه، مريض مثلا معاق راجل كبير في السن بدردن موجود في السرير طول الوقت واتصاب وجات له مثلا قرح فراش تمام، القرحه دي حصل عليها عدوى حصل صدمه بكتيريه برضو، ده هيجي الرعايه هيتحط على سرير رعايه هيقعد يعني بيبقى استجابتهم كمان ضعيفه جدا في العدوى بالذات والالتهابات لان مناعتهم ضعيفه جدا. المريض ده بقى مشكله عندي، مشكله كبيره من لا شيء. في حين الحل البسيط ان حضرتك المفروض يتقلب او ليه مثلا مرتبه هوائيه المفروض انها تيجي بتقلب بشكل معين وتعمل له الكير اللازم برضو. بلس على كده ان معلش انا بس بستفيد في النقطه دي لان احنا ولو سالت اي حد اخصائي عنايه او مقيم عنايه او شغال في الحالات الحرجه هيقول لك انا بقابل المشكله دي كتير جدا. يجي لك مثلا انا باكله يا دكتور بتاكله زي باكله بالشكل الفلاني اللي هو عادي مش مهتم، فالراجل بيشرق فبيجي برده بالحاجه اللي احنا قلنا عليها مشاكل عدوى تنفسيه نتيجه للاشراقات اللي بيشرق فيها. فانا يعني برجو الناس يعني انت لو ما عندكش الوقت الكافي مش فاضي انك تعمل ده بايدك شخصيا تمام، في مراكز كتير جدا تستقبل زاويه الظروف اللي زي كده. تمام. هو في نهايه حلقتنا يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده، يا رب نكون عرفنا موضوع الحالات الحرجه والعنايه المركزه، وكمان يا رب يكون عندنا الوعي ان احنا نخاف على نفسنا شويه، نخاف على نفسنا عشان ما نرجعش نشتكي ونتلاشى كل الوجع والامراض والمضاعفات عشان ما ندخلش الاوضه اللي بنسميها البعبع لينا العنايه المركزه. في نهاية حلقتي بشكر ضيف حلقتي النهاردة دكتور محمود زايد أخصائي العناية المركزة والحالات الحرجة، شرفتنا النهاردة يا دكتور. أهلا بيك، شكرا. ويا رب تكونوا استفدتوا، أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.